جايكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نحكيو على موضوع النادي الإفريقي، ولا كلام اللي تقال على يوانتوس غير مستحقات مصاريف التقاضي ليوانتوس غير. موجود معنا بالتليفون السيد سامي المقدم، الكاتب العام للفريق باب جديد. سامي أهلا بيك. أهلا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام، كل رمضانكم مبروك. سنين دائما عايشك، شو عامل فيك رمضان والكورونا مع بعضهم؟ هذاك هو واحد يتحمل، وذاك هو ان شاء الله. لا رمضان ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يجيبه بالبركه، وذاك هو امين وتنقص المشاكل ان شاء الله. وشنو في الدار ولا خدمه ولا كيفاش تو؟ ما بين الدار والخدمه. تخدم على مش كونفينمون واحد؟ لا لا كونفينمون، عندي بيرويا في الدار وعندي الملف حياته. فهمتك. ايوه ما تقفش الخدمه، لازم يستقف. باهي سي سامي، لو كان تعطينا اكثر توضيحات على موضوع يوانتوس غير، علاش ما تمش خلاص الفلوس نتاع مصاريف التقاضي؟ باهي بالنسبه لموضوع يوانتوس غير، الخلاص نتاع مصاريف التقاضي راهو قعد اون سيسبون، معناها قعد معلق من الوقت اللي تم الخلاص نتاع اصل الدين والخطايا. هو وقتها وصلنا لاتفاق مع الاستاذ علي عباس اللي هو المحامي نتاع اللاعب، اللي نخلصوا احنا وقتها اصل الدين والخطايا، ويقع رفع عقوبه منع الاستبداد الى حد ما نلقاو الحل كيفاش باش نخلص ال 45000 فرنك سويسري اللي هي مصاريف. اش معناها تلقاو حل؟ خاطر الاشكاليه اللي وقعت وقتها اللي الفلوس راهي موجوده في الحساب نتاع الاف تي اف اللي مفتوحه، اللي فتحته الجامعة التونسية لكرة القدم باش تفض النزاعات نتاع النادي. إي ما يقول قال هناك متوفرة فلوس علاش ما مشاوش للاعب؟ باهي هاو الإشكال وين؟ الإشكال راهو قانوني بحت، الجامعة تقول لك أنا ما نجمش نحول المبالغ هذيا خاطرها متعلقة بلاعب تونسي. والمبالغ راهو تحويل العملة للخارج يخضع لتراخيص مسبقة، معناها ينظمها الفصل 28 مجلة الصرف والتجارة الخارجية، وزاد ينظمها الفصل 30 ويعطيك لي موداليتي، ومن بعد تمشي زاد الفصل 32 و33، يقول لك تخضع لرخصة كل الدفعات إلى الخارج، وكذلك كل الدفعات بين المقيمين والغير مقيمين، معناها ما يهمش يكون مقيم ولا غير مقيم، لازمك تاخذ رخصة مسبقة، لازمك تاخذ ترخيص مسبق لتحويل العملة هذه. الإشكالية اللي صارت اللي الترخيص هذايا ما تمكنتش الجامعة باش تاخذه. علاش؟ خاطر فيه تحويل عملة للخارج، قعد الإشكال مطروح من وقتها لتوا. معناها وهذا حقه معناها. خلينا نتفاعل معاك سي سامي. هو هنا محامي اللاعب يقول انه اللاعب تفعل المبلغ بالعمله علاش ياخذ فيه بالتونسي، هو اصلا مقيم في البرا وما عنده ما يعمل بيه بالتونسي، لازم يحاولوا البرا معناها. ما يهمش راهو هو والحكم اصلا واثنين، خلينا نكمل لك سي سامي، خلينا نكمل لك وبعد جاوبني. واثنين يقول لك هو اصلا الحكم كان بالعمله، معناها ماهوش بالدينار، الحكم المبلغ الاول اصلا هو اصل الدين كان بالدينار، ومصاريف التقاضي كان بالفرنك السويسري معناها. باهي راهو الاشكاليه راهو اشكال قانوني بحت، ريت حتى تقول لي انت مصاريف التقاضي كانت بالفرنك السويسري، راهو مهما يكون تحويل عمله من البلاد التونسيه الخارج البلاد التونسيه المقيم ولا غير مقيم، راهو يخضع لترخيص مسبق. الترخيص المسبق راك تاخذه من عند البنك المركزي، ماكش باش تتصرف انت وحدك هكاك من راسك. ما تنجمش، راهي ثم ضوابط وقوانين ومجلة تصرف، وراهو المخالفة نتاع القوانين هذيك راهي تعتبر جريمة مصرفية. معناها ما تنجمش أنت تجي تقوم وحدك وتقول لا أنا باش نحمله بحجة باش نحول له المبالغ هذيك ونقوم بالمقاصة، معناها أنا باش نعوض له، راهو ما تتمش العملية بالطريقة هذيك، ثم قانون راهو ينظمها. احنا بالنسبة للنادي الإفريقي راهو ماذا بينا كان نخلص وتفكر الموضوع. هو البنك المركزي علاش رفض منح ترخيص لتحويل الفلوس؟ ما سمعتكش بدي اسمع. البنك المركزي علاش رفض؟ خاطر تونسي اللاعب معناها ولا علاش بالضبط؟ تونسي يقول لك هذا العقد وصلوا تونسي، بل والعمليه راهي كلها حتى باش تخلص انت مصاريف التقاضي هذيا، يقول لك راهو مصاريف التقاضي متعلقه بعقد تونسي. وهذا الجامعه راهي احنا كنادي افريقي راهو وقتها طلبنا من الجامعه باش تقوم بتحويل المبلغ. طلبنا من الجامعة باش تقوم بتحويل المبلغ ويخلص بالعملة الصعبة، خاطر احنا حاجتنا الفلوس مادامي متوفرة، علاش ما معناها قاعدة هكاك؟ عاد نمشيو نخلصوا بها اللاعب ونسكروا موضوع ونسكروا ملف، ما نخليوش ملف محلول. يقول محمد هو الملف من وقتها معناها من جاردي.
من جانبي معناها حد للحظة هذه هو محلول، ما نجمش يقعد محلول إترنال مورا وملفه، لازم يتسكر بأي نوع من الطريقة لازم يتسكر. يقول الكاتب المحمم تاع اللاعب انه بلال محسن لاعب نجم الساحلي كان في نفس الموقف، معناها وقع تحويل المبلغ نتاع التقاضي بالعمله السابعة ما كانش فما اشكال، علاش بنك المركز هنا عمل اشكال مع الكلوب؟ الساعه الوقت هذاك والوقت هذا مش كثير، ما مش كثير عند عام الحكايه سي سي سي. احنا قمنا رانا احنا اتصلنا بالجامعه عديد المرات بالنسبه للموضوع هذاك، الجامعة جاوبنا تقول لنا نفس الجواب اللي قاعد نقول لك فيه توا، واستندت للنصوص القانونية هذه، واحنا راهو لحد اللحظة هذه راهو قاعدين نعاود نحاول مع الجامعة باش تقوم بالتحويل نتاع المبلغ هذايا، واحنا هاو باش نعطيك زادة معلومة أخرى اللي احنا رانا بصدد نمشيو احنا باش نعملوه احنا الترخيص هذايا ونمشيو نهزوه للجامعة. باش نفكروا هالموضوع هذا ديفينيتيفمون ونركعهم. بديتوا في الاجراءات؟ بدينا انا من البارح بديت كلمت باش نبدا الاجراءات بتاعي نهار الاثنين باش نمشي نصبوا التحويل هذا في البنك المركزي. باش نصبوا لا يتصبر الوزارة الرياضه ومن بعد يتعدى في سيتوتا بروسيسيوس. واذا كان الفضل البنك المركزي للجامعه ايش باش يقبل النادي الافريقي؟ نحاولوا احنا يا اخي باش نخليوها هكاك. احنا نحاولوا معناها نقنعوها بوجهة النظر الاخرى، نقولوا لها هاو الملف بلال المحسني وقع حظه بالطريقة هذه ودفع من الدفعات، اما باش نخليه احنا وضعية هكاك مش نخليه هكاك. فهمتك. زادة ما تنجمش راهو انت تجي تعمل التحويل هكاك من راسك. اذا تعمل التحويل من راسك راهو باش تقع في إشكالية أخرى اللي أنت راك خالفت معناها مجلة التصرف. إذا يقول لك هو لازم تخضع لترخيص مسبق، لازمك أنت تمشي تاخذ الترخيص المسبق. فهمتك. هل فما تواصل مع محامي اللاعب حكيتوا معاه باش يتفهم الموضوع؟ والله محامي اللاعب راهو من قبل، هو محامي اللاعب من قبل احنا حاولنا باش نتواصلوا معاه، محامي اللاعب هو عاوننا راهو في عاوننا في حاجة اللي معناها بعثت وقتها للفيفا على اساس راهو النزاع هذا وقع غلط باش نزلنا احنا اهل وقتها اللاعبين وندخلوا معناها ترفع علينا العقوبه نتاع منع الانتداب، اما محامي اللاعب راهو باش يبقى زاد يدافع على حقوق حقوق اللاعب حقوق منوبه. فما كان معناها زاد هو راهو ما عندوش المارش المانوفر كبيره بعد. انا ما نجمش نلومه محامي اللاعب يا اخي في خدمه. فهمتك. الفيفا بعثت حاجه واحنا نخدموا خدمتنا زاد. وصلت حاجه من الفيفا تنبيه حاجه في الموضوع هذا ولا لا؟ لا هو راهو الاجراء شنو هو الاستاذ علي عباس بعث للفيفا يوم 9 مارس 2020 طالبها بفتح مجال ديسيبليناري جديده بحجه اللي المبالغ هذه ما خصوش. فهمتك. وتبعثت لها من الفيفا واحنا جاوبنا عليها بالجواب اللي قدمته للتو. على كل حال احنا رانا ساعين الاشكال هذا يقولوه ومش نتصلوا ونحاولوا نتصلوا بمحامي اللاعب ونحاولوا نوصلوا لحل الوسط. به ضررنا ولا فرار. لا ضررنا ولا فرار، لا نضروه هو لا نضروا. اي هذا هو المطلوب، نتصور كان الناس الكل تقعد على الطاوله ما نتصورش حتى الاستاذ علي عباس باش يكون معناتها صارم في التعامل مع النادي الافريقي، حتى الناس الكل تعرف ومتفهم الظروف اللي قاعده يمر بها الكلوب. بس يسم في موضوع اخر متعلق بالملاعبيه الكاميرونيين، وين وصلت الحكايه؟ سمعت النادي الافريقي عمل ملف وبعثه للفيفا، وشنو فيه الملف وين وصلت بالضبط الحكايه؟ الملف فيه المؤيدات اللي عندنا معناها موجودة عندنا اللي حكينا عليها سابقا وفسرناها اللي راهو هذا نفس المال اللي وقع استعماله في قضية لاسكر بدولة، وعطينا لي روسي دو بايمون اللي قمنا بالخلاص مقتضاهم، وعطينا معناها النسخ نتاع لي باسبور وقدمنا معناها قدمنا الملف اللي موجود عندنا، اما لحد اللحظة هذه مازال ما قدمناش حتى شيء من الفيفا ومازال ما تحدش ديسيبلينير ولا مازال. وهل صحيح انه المكتب هذا مش موجود هو اصلا معناها في الكاميرون؟ المكتب هذا يعني قلت لك معناها النزاع نتاع لاستر بدولة فضل المكتب هذا. فهمتك.
معناها كي تجي انت تشوف وضعيه انها هكاك انا الحيثيات راهو باش نزل من قبل باش نكون شبه واضح معك الحيثيات راهو هذايا معناها سابق الفكره نتاع ايامي اما انا تو قاعد نتعامل مع ملف على حسب الوثائق اللي موجوده في الملف هذايا راهو قاعد تعامل معاه سابقا واضح. هو لهنا لو كان فما لا قدر الله حاجه شكون يتحمل مسؤوليه فرديه والا تكون النادي معناه لهنا في نورمالمون معناها لي زاكتر او لونغاج معناها لونغاج النادي معناها ريسبونسابيلتي معناها عندك زوج فرديات هي باش تحملها لو ريسبونسابل ياسيني والا فر واحد بالضبط ما باش تحملها النادي معاه اما في الوضعيه هذه باش نكونوا واضحين راهو المبدا في الامور سلامه النية معناها اللي انت تريد ولا فرونس من النظريه الظاهر راهي تحميك في الوثائق اللي قاعد تتعامل بهم فهمت معناها في اذا انت معناها البوزيسيون جوريديك بتاعك باش تولي انت الطرف المتضرر خاطر انت خلصت فلوسك انت في الاخر كنادي خلصت فلوسك وسعيت باش تفض النزاع معناها لا تريد لا فرو معناها تحميل خاطر انت حسن مني وعلى كل حال احنا نرى الاجراءات معناها القانونيه اللازمه الكل في الحالات الكل معناها ما حاطينها وباش نخلو المفيد ما يتعرضش النادي لهزات ولا عقوبات واحد يحاول يفوت الاشكاليات سينو فما حاجات قريبة جات ولا جاية في الطريق ولا قريب الأجل نتاع الدفع نتاعها؟ والله احنا توا مع الفيفا ما تعرفش توا يقول لك كونفينمون يقول لك العباد قاعدة وماهياش قاعدة يخدموا على ديستونس والخدمة ديستونس راهي بالعكس تولي الخدمة مزروبة أكثر عكس معناها الخدمة النورمال اوندما كيف تطرح اسمه فما حاجه موضوع عند اوندما فما فيه جديد لا لحد احنا في موضوع اوندما هو معناها اجراء اللي احنا معناها طلبنا التعليم وكيف طلبنا التعليم هو فتحت لنا الاجال بتاع التعب قدام التاس كي فتحت لنا الاجال بتاع التعب قدام التاس احنا قمنا بالتعب وقمنا به داير بعثت لنا الفيفا على اساسه اللي هو لو تعب هذاك وقاعد راجل وراسلت معناها الجامعه التونسيه لكره القدم وراسلتنا احنا اللي هي راهي توا علقت تنفيذ القرار بتاع منع الانتداب الى حد البت في القضيه النهائيه واضح موعد الحكم موجود تعرفوا وقتاش ولا مازال ما تحددش؟ معناها عندكم على الاقل نقولوا شهرين ثلاثه في ديكم ولا اكثر حتى شوي ما هو خذر لي في البروسيدور معناها هو احنا اش نعمل هو ريال مو انا اش قاعد نعمل تو قاعد انت ليزيشيونس هذوما نحاول انا نوفرهم اكثر اي فهمتك اي باش زاد من شيرة اخرى يا احنا ننظم رواحنا في الخلاص يا معناها باش نلقى انا ننظم الوضعيه دو تلسورك اللي ما نحلوش في الخلاص فرد وقت فهمتك خاطر المبلغ راهو كبير مبالغ كبيره معناها نرى نحكي لك على 7 مليار دويت وتنجم راي تجيب الحسبه فهمت؟ فهمتك اذا انت ما تصرفش بالطريقه هذه وتحط لي بروسيدور نيسيسير باش توخر وتبدا تحسب على الوقت راهو مش نخرجوا منها كي طول فرد وقت باش تعمل ولو انه يخسروا فلوس في التقاضي لما حكيت لهم هذوما شويه الفلوس والله راهو سيتان كالكول هو انت تخسر الفلوس انت الفلوس هكا ولا هكا راك باش تخسرهم اما على الاقل كي تخسر الفلوس وتي ريبوس لي زيشيونس حتى لين العباد زاد تقعد مع بعضها والعباد تنحي النزاعات اللي ما بينات بعضها والعرك والسبان والواعد وتحط في قدام عينيها حاجه برك اللي راي مصلحه الكلوب راي قبل مصلحه الاشخاص لازم العباد الكل تفهمها وقت اللي العباد الكل تفهمها العمليه هذيا وتفهم راي مصلحه الكليوب تقتضي للعباد الكل توا مع بعض مهما اختلفت مشاربهم ومهما وصل العرك ما بيناتهم ومهما وصلت مشاكل ما بيناتهم العباد الكل لازم توا في اللحظه هذه تقعد مع بعضها وتشوف حل جمعيتها. واضح. بين نكمل معك اخر موضوع سي سامي سمعنا ان الكليوب باش ترجع للتمارين خذيتوا التصريح القانونيه ولا ما زلتوا؟
مش كلهم مركزين اشوس ومزاجوس. اي معناها مش رسمي هدفني كما شفنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا حاجه كما هكا. لا رسمي ما اخزرني راه احنا هو الرسمي راه باش يكون لترونت. لترونت افريت. فهمت على خاطر الجامعه التونسيه لكره القدم. تفاهمت هي وصلت على اساس التمارين باش ترجع معناها بالنسبه للجمعيات الرياضيه باش ترجع لترونت افريت. نهار الاثنين فما شيء معناها. نهار الاثنين ما فما شيء معناها بعد غد. لا ما احنا اونتيسيبي ايش عملنا؟ خدمنا تراخيص معينه باش نجيبوهم بار جروب فهمت؟ باش نجيبوهم بار جروب وباش ما نلموهمش مع بعضهم زاد. خدمنا تراخيص لعباد لا ومشينا بالطريقه هذيك. معناها ما يتلموش كل مع بعض. فهمتك، معناها فما اونترينمون نهار الاثنين ان شاء الله. قدرة ربي ان شاء الله. بالنسبة للملاعبين مثلا اللي بعاد اللي في القروين كما احمد خليل، في قفصة كما يوب تليلي، في الجزائر حتى مغترب الخيثر، في سوسة غازي عبد الرزاق، كيفاش هذوما؟ هذا علاش قلت لك راهو تخدموا بالطرف. فهمتك. بار جروب، معناها بار جروب حتى لين ياخذوا لترون تبريد يتلموا لعبتكم. واضح. يعطيك الصحة سي سامي على كل هذه التفاصيل، مشكورة جدا إن شاء الله. يقع الخلاص ويقع على وجود حل بينك وبين محامي يوانتوس غاب بخصوص المستحقات نتاع اللاعب هذا من أرض من أجل فض النزاع. مازال متواصلين في زون ميكس حتى الخمسة نتاع العشية، بقاو معنا.